السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الواحدة، والبداية بالعناوين. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة المقطوعة في مجال صناعة الطائرات وصيانة كل سلاسل الإنتاج المتطورة ذات التكنولوجيا العالية خلال اليوم الثالث من زيارة التفقد إلى ناحية العسكرية الثانية بوهران. بطولة كأس إفريقيا للأمم محفل كروي جامع يعزز التنمية في القارة السمراء ويقوي أواصر التماسك والوحدة بين شعوبها. والجزائر تؤكد نجاح كوت ديفوار البلد المنظم في إنجاح هذه الطبعة. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد التزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق انطلاقة جديدة لحركة عدم الانحياز والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على أهدافها ومصالحها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 للحركة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. في النشرة متابعة لمدى تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران، مشروع استراتيجي بمقاييس عالمية وقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب من المياه المحلات. دولياً العدوان الصهيوني الهمجي يواصل استهدافه للنازحين العزل في مخيمات اللاجئين في غزة، وكاميرا تلفزيون ترصد مشاهد الخراب الذي خلفته آلة الدمار الصهيونية. في المستهل وخلال اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران. فبعد مراسم الاستقبال من طرف السيد اللواء محمود العرابة قائد القوات الجوية ورفقة السيد اللواء محمد الطيب بركاني قائد الناحية العسكرية الثانية، تابع السيد الفريق أول عرض مفصل عن مؤسسة صناعة الطائرات قدمه قائد القوات الجوية، شمل الجوانب المتعلقة بمهام المؤسسة ومختلف المنشآت والورشات التابعة لها، لاسيما منها السلاسل الإنتاجية وورشات التصليح وكذا احتياطات الأمن والسلامة. إثر ذلك كان للسيد الفريق أول زيارة ميدانية للمؤسسة، عاين خلالها مختلف السلاسل الإنتاجية واستمع مطولاً لشروحات قدمها إطارات وتقنيون عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة على غرار طائرتي سفير 43 ذات 4 مقاعد وفرناس 142 ذات المقعدين، كما تفقد ورشات تصليح ومختلف المرافق التابعة لها. السيد الفريق أول التقى عقب ذلك بالمستخدمين العسكريين والمدنيين، أين ألقى كلمة بالمناسبة أبدى خلالها سعادته بزيارة المؤسسة وأشاد بجهودهم المضنية في أداء المهام المنوطة بهم في مجال صناعة وصيانة الطائرات. يجدر بي في البداية التعبير عن سعادتي بهذا اللقاء العملي الذي منحني فرصة زيارة وتفقد هذه المؤسسة الصناعية
بالناحية العسكرية الثانية، وذلك في إطار حرصي على المتابعة المستمرة لأداء المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي. لقد حرصت كثيرا على زيارة هذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها، سعيا مني للوقوف شخصيا على سير العمل بها وتشجيع ودعم جهود مستخدميها في أداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات، بما يكفل الرفع من جاهزية قوتنا المسلحة لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة، والتصدي بالفعالية المطلوبة لأي طاري مهما كان نوعه أو مصدره. السيد الفريق أول ثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، حاثا الإطارات والمستخدمين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة. وإذ أثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، فإني أنتظر من مسيري ومستخدم المؤسسة بذل جهود أكبر وتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة والجودة العالية، والسهر على صيانة كافة سلاسل الإنتاج المتطورة وعالية التكنولوجيا التي تتوفر عليها المؤسسة وفقا للشروط المطلوبة والمعايير المعمول بها في هذا المجال. لم تعد بطولة كأس إفريقيا ذلك الحدث الرياضي العادي، بل تحولت هذه المنافسة القارية إلى مصدر لمعالجة المشاكل الاجتماعية في إفريقيا، كما أنها تساهم في تنمية القارة وتعزيز التماسك والوحدة بين شعوبها. ومن هذا المنطق فإن طبعة المنظمة في البلد الصديق كوديفوار لن تخرج عن هذه القاعدة، حيث أن هذا البلد الجميل الذي نجح في تحقيق التآخي دون تمييز في العرق أو الدين، جامعا كل عشاق الكرة المستديرة، قد جعل من الكان عرسا إفريقيا بامتياز. إن الجزائر التي تجمعها مع كوديفوار علاقات متميزة، لها قناعة راسخة أن طبعة الكان ستكلل بنجاح كامل وشامل، وستحقق مزيدا من تقوية روابط الأخوة بين شعوب القارة السمراء. ذلك أن كرة القدم تجمع ما تقطعه السياسة، وكل المشاركين بلا استثناء في هذا الحفل الإفريقي يدركون أن السياسة لا محل لها، سواء فوق البساط الأخضر أو حتى على المدرجات وسط الجماهير. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر، بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة، حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن، وبدليل أن المستعمرين من نظام المخزن استغلوا تصريحات في غير محلها لمؤثرة جزائرية بطبعها الساذج، والتي أدان قولها كل الجزائريين، ويريدون تحويلها إلى قضية دولة. الجزائريون وأصدقاؤهم الإيفواريون واعون جدا ولن يسقطوا في فخ نظام المخزن، ويدركون أن العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين الصديقين لن تؤثر فيها أو عليها تصريحات مؤثرة أو تمس بالتضامن المشهود بين البلدين الجزائر وكوديفوار. ولهذا السبب لابد من الأشقاء في دولة كوديفوار أن يتفطنوا إلى ألاعيب نظام المخزن، الذين لا يقتصر وجودهم في كوديفوار لأغراض رياضية فقط، بل أبعد من ذلك بكثير.
ومن بواكي الإيفوارية نربط الاتصال ببلال بوزيدي. بلال، ضعنا في صورة المميزة التي يصنعها الأنصار. نعم، مرحبا، تحية لك ولجميع المشاهدين. أجواء رائعة يصنعها أنصار المنتخب الوطني هنا في مدينة بواكي وكل المدن المجاورة لها التي تعيش هذا العرس الكروي الرائع في طبعته 34 بدولة كوت ديفوار. الجو هنا جد رائع، خاصة مع حفاوة الاستقبال للشعب الإيفواري الطيب والمسالم جدا، والذي هيأ كل الظروف للأنصار الجزائريين من أجل مساندة المنتخب الوطني، من أجل مرافقته للتتويج بالنجمة الثالثة في هذا البلد الطيب. ولمعرفة هذه الأجواء عن قرب سوف نأخذ بعض التصريحات للمناصرين هنا. سنبدأ على اليسار، قل لي كيف وجدتم الأجواء لحد الآن منذ قدومكم اليوم؟ بعد بسم الله، السلام عليكم. الحمد لله، فارابل الاستقبال تاع الشعب الإيفواري ما شاء الله ما صنع حتى صعوبات، بالعكس نشكرهم على الاستقبال هذايا، ما قلوش الواجب. الحمد لله، فيما يخص المناخ الشعباوي ما شاء الله استقبال لا باس به، ما صبنا صعوبات، مشينا في الليل في النهار على وعلى على هذا، رانا يعني على برا ماناش على كابيتال ولا يعني، وصبنا حتى ما صبنا حتى صعوبات يعني. الحمد لله نشكرهم وبارك الله فيهم وكيساندونا ويعطيهم الصحة على ان شاء الله. نزيد ناخذ راي احد المناصرين ايضا، كيف وجدت الظروف والاجواء هنا خاصه وانها طبعه لكره القدم في هذا البلد لمعروف كره القدم؟ بون، السلام عليكم، من وجهه تحيه للشعب الجزائري والشعب الايفواري اللي استقبلنا بحفاوه، نشكرهم. كنا ندوروا هنا في الاسواق الشعبيه، شعب طيب، شعب بسيط جدا، الحمد لله في اي وقت خرج سيكوريتي في اي وقت، واستقبال تاعهم ما شاء الله، وهم شبيبه معنا. وام شبيبة معنا. نزيد ناخذ راي اخر حتى تكون الصوره واضحه للجميع هنا عما يعيشه اجواء انصار المنتخب الوطني. تفضل، كيف وجدت الاجواء هنا في مدينه بواكي منذ اليوم الاول؟ نعم، السلام عليكم. بغيت نشكر الشعب الايفواري، غادي يستقبل مليح، فاوندينا باللي الاستقبال لها مليح مليح، ارنو لوتيل لها مليح، الماكله لها، الشعبيه لها، فريمون اوني تري تري كونتون، قلق نفرح مليح مليح، قلق ندينا بلا قلق، فوالا بيان لها مليح. السلام عليكم. يلا نزيدو ناخذوا راي اخر من المناصرين هنا، وهو معروف ايضا بالنسبه للجماهير الجزائريه ومعروف ايضا بالنسبه أنصار الوفاق الصيفي. كيفاش وجدتوا اليوم هذه المدينة اللي أثبتت بأنه تحب كثير الجزائريين؟ بون، السلام عليكم. نشكر قبل كل شيء، نشكر سكان كوت ديفوار، عندنا تحية خاصة بزاف 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 لهم، ناس فريمو ما شاء الله فرحوا بينا. تخرج واحدة تالي 6 تاع الصباح، 8 تاع الصباح، 9 تاع الصباح، يخرجوا معاك يفرحوا بيك، أقسم بالعلي العظيم غير أفضل شعب في العالم هذا شعب كوت ديفوار، ربي يحفظهم ان شاء الله في حسن الترحيب والضيافه. قاموا بينا ما شاء الله، وحنا نمسلو، حنا السفير تاع الدول الجزائر هنايا، حنا نمدو صوره مليحه الجزائر. وزعما نقول لك حاجه، باذن الله تعالى باذن الله تعالى راح ندير مفاجاه كبيره في الشارع الايفواري، وتكون مفاجاه هذه حنا نتعرفوا عليها فيما بعد، ما نهضرش عليها بين هذه وتحيه الجزائر 1 2 3. اذا اجواء رائعه، اذا كان نشوفوا الصوره هنا يعني استقبال جد رائع، الكل يرحب بالجماهير الجزائريه، على امل ان شاء الله ان تدوم هذه العلاقات الطيبه الى غايه اخر يوم والعوده بالتتويج بالنجمه الثالثه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك بلال على نقلك هذه الاجواء المميزه التي صنعها المناصرون الجزائريون واصدقائهم الايفواريون من هناك. إذن نواصل نشرتنا مشاهدينا، وبتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 لحركة عدم الانحياز التي انطلقت أشغاله اليوم بالعاصمة الأوغندية كامبالا تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك.
وخلال كلمته خلال الاجتماع أكد عطاف أن الجزائر تطلع من خلال هذه القمة إلى تحقيق انطلاقة تضفي زخما جديدا على القيم والمبادئ والمثل التي قامت من أجلها حركة عدم الانحياز، مبررا أن الجزائر تلتزم بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها. عطاف أكد أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل هذه الهيئة بحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي، منوها بأن الحركة بإمكانها تعزيز الضغط الدبلوماسي لوضع حد لآلة الدمار الصهيونية في قطاع غزة ومحاسبة المجرمين. إن الجزائر تلتزم أيما التزام بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركتنا وترقية أهدافها ومبادراتها. ومن مجمل المسائل التي تطرح نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين، فإن هذا الوفد يتطلع إلى موقف قوي وحازم من قمتنا المقبلة حول القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها. هذه القضية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز التي وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي وبناء على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة. انطلقت اليوم بتونس أشغال مؤتمر الإعلام العربي الذي ينظمه اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية والذي خصص لموضوع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، ويشارك في هذا المؤتمر وزير الاتصال محمد العقاب إلى جانب خبراء من منظمات مهنية عالمية. وبالمناسبة أكد وزير الاتصال في تصريح للصحافة ضرورة مواكبة الإعلام للتطور السريع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في ظل الرهانات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي. والواقع أن مثل هذه الندوات أو الملتقيات هي علمية على كل حال، يعني على الأقل تفتح أذهاننا وأفقنا على ما يجري حولنا من تحولات. هذه التحولات تحمل يعني آفاقا مبشرة، ولكنها في الوقت نفسه يعني تحمل تحذيرات عديدة. إلى موضوع آخر، محطة تحلية مياه البحر بالراس الأبيض بوهران واحدة من أهم المشاريع في قطاع الري التي من شأنها تزويد الولاية والولايات المجاورة ب 300 ألف متر مكعب من المياه، يجري إنجازها وفق المعايير الدولية والتي كانت محل معاينة من قبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي، حيث وقف على مدى تقدم الأشغال نظرا لأهمية المشروع الاستراتيجي، مؤكدا أن هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز 5 محطات جديدة عبر التراب الوطني. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو الذي أوكل إلى سوناتراك إنجاز هذه المحطات، 5 محطات عبر التراب الوطني الساحل الجزائري من الشرق ولاية الطارف مرورا بولاية بجاية وكذا ولاية بومرداس وولاية تيبازا للوصول إلى هذه المحطة في ولاية وهران. هذا برنامج استعجالي لرئيس الجمهورية، وسوناتراك ملتزمة بتنفيذه إن شاء الله في الأجل. هنا في ولاية وهران نحن نشكر السيد ولي ولاية وهران لأنه مهتم ويتابع معنا المشروع خطوة بخطوة، وهو يعطي كل تسهيلات، والأشغال تسير بطريقة جيدة بتنسيق تام. وأنا هنا أشجع
كل العمال وكل الشركة نتاعنا اللي تنفذ هذا المشروع. وضمن جهود الدولة لتعميم التنمية والتكفل الأمثل بسكان المناطق المعزولة، تتواصل بولاية تيزي وزو عملية ربط القرى والمشاتي البعيدة بشبكة الكهرباء الريفية، حيث استفادت أزيد من 2000 عائلة ببلدية ماكودة من هذا الربط أو بهذا المورد الضروري والمتزامن مع فصل الشتاء. الأخضر كعوان. الساعة تشير إلى 8 صباحاً. أعوان مؤسسة سونالغاز مجندون لاستكمال عملية ربط هذه القرى بالطاقة الكهربائية ببلدية ماكودة، والذي سيضع حدا لمعاناتهم. الطريق خدموا لنا طريق التريستي الحمد لله. سقيت شويه ماشي كان ذاك غورنا ان بي بارتو دي لا ري اي تري وانت ماكوذا تواجه الصونال غاز ولا شندو ستاديير بوطوين. استحسان كبير لمسناه لدى مواطني هذه المناطق، سيما بعد ربطهم بهذه الماده الحيويه. ممكن اذا كيسي مزداد طلب زرو كامل ماشي حاجه المارن ولا شخام تزقدم وستبوي مارات التريستي تخدم ما دون جروجي خم ما غيبر دان خم ما تريسيتي خم ما لسني اسمه إذا عمر ياد دغ الله يسدي مختيني مش طحن يدي مختيني اللي جينا من تكل تجس شو هذا ولا تسمين القشة هذا جس من وين بيا تمدد الدولة تعاوني ثن تمدد ثن تقول يخمن هذا تكل تجد خلاص خلاص تمدد استم بروجرام يجرزم زين العاجي Je tiens à remercier le président de la République. Sur plus de 80%, ça nous coûte l'électricité grise. Quand la douille est là, qu'il revient, nous devons aller chercher la carcasse nage ou défendre cette nappe-son. Oui, d'ailleurs, le mazal ou un des garçons, je vais nous ouvrir des gueules. عملية ربط القرى المتبقية بإقليم الولاية ما تزال متواصلة، حيث بلغت نسبة الربط باستكمال هذا البرنامج 97%. ولضمان تغطية صحية شاملة بولاية الوادي، هياكل صحية جديدة تدخل حيز الخدمة لتعزز قطاع الصحة وتقديم الفحوصات المتخصصة لفائدة المرضى تلبية للحاجات المتزايدة في الرعاية الصحية بالمنطقة. محمد العيد لبيهي. صروح صحية في منطقة زقوم الشهداء بولاية الوادي يتم الاهتمام بها في إطار تطوير وإصلاح المستشفيات، وذلك من أجل ضمان الخدمات الصحية للمواطنين والتكفل الطبي بالسكان في شمال وجنوب الولاية. هذا المرفق أظن أنه سيقدم يعني خدمات كبيرة وجليلة للمواطن. نحن باعتبارنا مجلس طبي اقترحناه كمركز الفحوصات المتخصصة، حيث أنه يغطي 6 بلديات تجتمع فيه الأخصائيين الأطباء الأخصائيين ويوفرون عديد الاختصاصات. هذا سبيطار الشهداء رو من السبعينات يخدم وتو رو تطور ولا ما شاء الله في جميع المرافق، وبارك الله فيكم وشكر ونشكر الدولة. الحمد لله راني في مستشفى الشهداء على جوني، بارك الله فيه قاموا بيا ولقيت الدنيا كل. تماشيا والاهتمام بالقطاع الصحي، انكبت السلطات المحلية على تطوير مجموعة من المشاريع الصحية. البوليكلينيك هذه من أقدم البوليكلينيك كما نقوله على المستوى المحلي على مستوى ولاية الواد، شهدت عملية ترميم وتهيئة بعد ما كانت الليطان تاعها ديغرادي. نركز كثيرا على المناطق النائية والبعيدة والتي تعاني ربما من بعض النقائص كالتغطية مثلا فيما يخص شبكة الصيدليات، كذلك التغطية فيما يخص بعض الاختصاصات الطبية الغير موجودة. قطاع الصحة القطاع المحوري والبالغ الأهمية في البلاد، عصرنته وتطويره خطوة أخذتها الدولة على عاتقها من أجل راحة المواطنين بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ورقمنة قطاع الصحة إضافة لمستوى الخدمات والأداء وأداء المرفق الصحي، وهو ما تشهده مختلف الهيكل الصحية والمؤسسات الاستشفائية بولاية شلف بإدراج هذه الخدمة للتكفل الأمثل بالمرضى وضمان الرعاية الصحية. المتابعة لكريم الشبط.
عبر مسار العصرنة يسير قطاع الصحة بولاية شلف من بحث واستحداث لهياكل صحية بمواصفات عالمية إلى مسايرة العالمية عبر الرقمنة تتبعا في علاج المريض. رانا بالتكيات والله الحمد لله والله غاية قاع وراها قايلة لبس ومش أنا نقعد فيها مش أنا نقعد قاع فيها الحمد لله يا رب. مليحة الحمد لله نظام. يطالب من الطبيب كما ترون هنا في الشاشة إلى على مستوى مكتب الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة بعدها في حالة إذا كانت هناك إجراء علاجات يتم الطبيب إرسال نص رقمي على مستوى قاعة العلاج الموجه إليها. استراتيجية أثبتت سدادة الرؤية في قطاع حرك خدمة المواطن صحيا نحو الأمثل تكفلا آنيا عبر ملفات إلكترونية للمرضى. سهلنا بزاف أمور التواصل، سرعة الفحص، سرعة القيام بالفحوصات الثانوية، القيام بالأمور المستعجلة. دروس بكري كانت تكتب بالستيلو، دروك راهي تكتب بالميكرو، تخرج ديريكتومون من الامبريمونت، تقرا من فارماسي يعرف يقراها، باسكو بكري قليل الفارماسي اللي يقرا كتبة. هو واقع يعكس القيمة المضافة في رصيد عصرنة قطاع الصحة بولاية شلف، مس كل التخصصات عبر جل مرافقها الصحية. رقمنا هي التزامات للسيد رئيس الجمهورية، ولاية شلف راهي قفزة نوعية فيما يخص الرقمنة، إذا 100% في كل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات العمومية الاستشفائية الرقمنة راهي فعلية. الأرضية الرقمية ارتقاء بالخدمة الصحية كواحدة من صور تعزيز آفاق سياسة الدولة في الرقي بخدمات المرافق العمومية. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدة مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالبويرة يحتوي على أغراض مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة لجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 47 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال 4 قناطير و15 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 644,129 قرصا مهلوسا. وبكل من تمنرست وبرج باجي مختار وإن صالح وإليزي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 113 شخصا وضبطت 54 مركبة و145 مولدا كهربائيا و65 مطرقة ضغط وأربعة أجهزة للكشف عن المعادن و83 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 31 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و13 بندقية صيد وبندقية نصف آلية و129,259 لترا من الوقود و50 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و58 قنطارا من مادة التبغ و6606 وحدات من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 267 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة ببوشاوي بأمن ولاية الجزائر من توقيف 4 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا في قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية مع حجز أزيد من 7000 قرص ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 242,000 دينار جزائري من عائدات الترويج. القضية جاءت على إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة، وعليه بشرت ذات الفرقة التحريات ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية داخل مركبة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جناية الحيازة التخزين النقل المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة. إلى تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل العدوان الصهيوني الهمجي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة بارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد 163 فلسطينيا على الأقل وأصيب 350 جريحا خلال 24 ساعة الماضية جراء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الصهيوني مستهدفا فجر اليوم مدينة رفح وخان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. يحدث هذا وسط أنباء تتوقع توصل حركة المقاومة حماس والاحتلال إلى اتفاق يقضي بإدخال الأدوية وشحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، خاصة المناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاجها الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. هذا فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات طالت 79 بكل من مدينة طول كرم ومخيمها والخليل وبيت لحم. تتعاقب الأسابيع والشهور والوضع في غزة يزداد تصعيدا. قصف مدفعي يستهدف المدنيين الأبرياء الفارين من الموت إلى الموت في مخيمات وسط القطاع، ووضع إنساني غير مسبوق يتأرجح بين مجاعة محدقة وأمراض معدية تتربص بالأطفال والحوامل في ظل غياب رادع دولي يكبح آلة القتل الصهيوني. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد. لم تكد أن تمر ساعة في غزة إلا ويقصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا جديدة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، كهذا المواطن الذي فقد منزله وابنته الطبيبة مع عدد آخر من النازحين لديه في دير البلح، والذين أجبرهم الاحتلال على النزوح إليها بعد أن شردهم من مخيمات صغيرة ملاصقة منها المغازي والبريج والنصيرات وسط القطاع. اللي صار الحمد لله الساعة 10:30 يمكن تقريبا 11 في الليل، صحينا على صوت انفجار واحنا نايمين، انفجار كبير، فصحينا من النوم كانوا اهل الدار مفجوعين وبصوته. اختي بنتي استشهدت، تدرس كلية الطب سنة ثالثة، الحمد لله الله يسهل عليها ويرحمها. وعندما تشاهد مخيم المغازي وسط القطاع تجد مشاهد الدمار المروعة في كل شارع وبيت وأثار الدبابات الإسرائيلية التي كانت تتمركز وسط المخيم وعلى أطرافه وتعيث فيه خرابا ودمارا، ويحاول كل من تمكن من الوصول إليه رغم غطاء الطائرات أن يحصل على ما يقتنيه ليكمل به رحلة الصمود والتحدي المصاحبة للمعاناة المتفاقمة. نزحنا محل طلعوا أولا على المدارس، بعدين شردنا على دير البلح، مش رجعنا نجيب أبسط الأشياء، إلنا ما فيش معدوم الحياة بالمرة، لا في دار ولا في حاجة ولا في أي حاجة في الدار.
فالحرب التي مر عليها أكثر من 100 يوم ما زال الاحتلال يستهدف المدنيين، فهم الأكثر أرقاماً في أعداد الشهداء والجرحى، وما زالت فرق الأنقاذ تبحث عن المفقودين في كل مكان رغم قلة إمكانياتها واستهدافهم، ما يزيد من صعوبة انتشال الضحايا حتى من المناطق الشمالية والجنوبية التي يزعم الاحتلال أنه انسحب منها، لكنه يعيد التموضع والتمترس من جديد لخداع عناصر المقاومة. فعندما لم يجد الاحتلال الإسرائيلي رادعاً دولياً زاد من بطشه بحق المدنيين، وما زال يراهن على عامل الوقت ليستسلم الشعب الفلسطيني والمقاومة، ولكن الفلسطينيون يفاجئونه دوماً بمزيد من الصبر والصمود والتحدي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. الآن وفي كرة اليد، استهل المنتخب الوطني مشواره في الطبعة 26 لبطولة إفريقيا للأمم 2024 الجارية منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة بفوز ثمين على منتخب الجابون ب31 هدفا مقابل 27 هدفا. هذه المباراة كانت مهمة لنا، كان لازم علينا نفوز بها باش ندو لا كونفيونس لو غيست، وكيما يقول لك ان شاء الله رانا كونسونطري بزاف باش نتاهلوا للنهائي ان شاء الله. سيتي طول الماتان لعبنا في وقت مبكر صباحة اليوم، كنا مركزين جيدا، قلنا قبل انطلاق المنافسة سنسير مباراة بمباراة، اليوم حتى لو كانت هناك بعض الأخطاء حققنا هدفنا الأول، الآن سنستريح وسنواصل العمل والآن نفكر في مباراة ليبيا بعد يومين. الحمد لله اليوم تفوقنا على المنتخب الجابوني في أول مباراة اللي يعني هي أهم مباراة في البطولة، لأنه راح تكسب الثقة للاعبين أكثر باش ندخلوا في البطولة يعني بأريحية وبثقة أكثر. الحمد لله ربي وفقنا وين تفوقنا في هذه المباراة، إن شاء الله في المباريات الجايين راح نزيدوا التركيز تاعنا. الحمد لله على الفوز هذا. شفت المباراة، يعني فريق الجابون فريق لا يستهن به، وفريق يعني اللي ما يطلقش يعني يلعب كل أريحية ومع يلعب بدون ضغط، وكنت تطلق معه يديك شوية يعود يرجع لك في المباراة. صارت هناك أخطاء فردية يعني دفاعيا هجوميا، كانت في عدة إخفاقات. في العموم الحمد لله هذه أول مباراة ولعبنا يعني في وقت مبكر، ما موالفينش نلعبوا في التوقيت هذا مع فريق قوي. الحمد لله، والمهم اليوم هو الفوز، الحصول على النقاط. هذا وسيقابل المنتخب الوطني منتخب ليبيا يوم غد بداية من الساعة 5 مساء. ومن مقر إقامة المنتخب الوطني لكرة اليد بالقاهرة ينضم إلينا على المباشر مفادى تلفزيون الجزائري توفيق دربال. توفيق أهلا بك، فوز ثمين حققه الخضر في بداية المشوار الإفريقي لكرة اليد، الأكيد أنه مهم من الناحية المعنوية خاصة.
نعم مجدة مساء الخير. طبعا المهم تحقق أمام منتخب الغابون، لأن كرة اليد الإفريقية مجدة تعرفينها جيدا تطورت كثيرا، ليس هناك فريق ضعيف وفريق قوي، هناك أقطاب فرق إفريقية منتخبات إفريقية قوية نعم، ولكن فيه منتخبات هي في الطريق للقوة، وبذلك فالفوز في المباراة الأولى هو المفتاح، مفتاح البطولة، لأنه من المهم جدا أن تفوز في المباراة الأولى حتى تكون الناحية النفسية للاعبين والمعنوية مرتفعة، وبذلك التركيز في المباراة الثانية خاصة أمام المنتخب الليبي، ستكون مباراة ديربي مغاربية بين المنتخبين الجزائري والليبي. المدرب الليبي هو رضا زقيلي، المدرب السابق للمنتخب الجزائري، هو جزائري الجنسية، وبذلك ستكون مباراة ما بعد الغد يعني يوم 19 من هذا الشهر أمام المنتخب الليبي صعبة، لكن مباراة اليوم ربما المدرب فاروق دهيلي سيقف على الأخطاء خاصة في الدفاع في على مستوى الدائرة، أخطاء كثيرة ارتكبت على هذا في هذا المركز، وكذلك أخطاء هجومية تضيع كرات، وبذلك المدرب الوطني أكيد لما سألناه في نهاية المباراة قال بأننا سنعمل على تصحيح هذه الأخطاء، وتصحيح هذه الأخطاء يعني أداء مباراة قوية أمام المنتخب الليبي، وبذلك الفوز، والفوز في المباراة الثالثة كذلك، والأهم هو احتلال المركز الأول في المجموعة حتى نتفادى المنتخبات القوية في الأدوار القادمة، لأنه إذا احتلينا المركز الثاني سنلتقي صاحب منشط نهائي الدورة السابقة منتخب الرأس الأخضر، وبذلك المنتخب الجزائري حقق اليوم الأهم. شكرا لك توفيق دربال على كل هذه التفاصيل، وبتوفيق لمنتخبنا الوطني. في الحدث الكروي الإفريقي كان كوت ديفوار من المنتظر أن يجري اليوم أشبال بالماضي حصة تدريبية بالمدرسة الكلاسيكية بالمدينة الإيفوارية بواكي، وهي الحصة التدريبية الأولى بعد المباراة الأولى أمام أنغولا، حيث فضل الناخب الوطني أمس الاكتفاء بحصة استرجاعية. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بموفد التلفزيون الجزائري سفيان مهني. سفيان أهلا بك، ما هي أخبار المنتخب الوطني؟ أهلا بك وتحية طيبة للجميع. نعم مثل ما ذكرت، قبل أقل من ساعتين سيجري المنتخب الوطني الجزائري حصة تدريبية تحسبا للمباراة المقبلة أمام منتخب بوركينا فاسو. المدرب جمال بلماضي فضل أن تكون تدريبات مغلقة على أن يسمح للإعلاميين والمصورين بالتقاط الصور وأخذ التصريحات من اللاعبين في حصة الغد التي ستجرى بملعب الثانوية الكلاسيكية. أما تدريبات منتخب بوركينا فاسو فستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام وستجرى في حدود الساعة 4 مساء. المدرب جمال بلماضي سيقف على جميع الأخطاء التي وقعت في اللقاء الأول أمام منتخب أنغولا وسيسعى لتصحيحها أملا في حصد النقاط الثلاث أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية، وهو اللقاء الذي سيعرف عودة المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة، والذي سيكون أحد الأوراق الرابحة في لقاء السبت المقبل أمام بوركينا فاسو. للتذكير فقط، الناخب الوطني جمال بلماضي تنقل أمس إلى ملعب السلام وتابع لقاء بوركينا فاسو أمام موريتانيا، وذلك من أجل أخذ صورة عامة أو فكرة على طريقة اللعب، بما أن المنافس المقبل للخضر سيكون منتخب بوركينا فاسو السبت المقبل. إن شاء الله كل التوفيق، وكلنا الأكيد كلنا مع الخضر. شكرا لك سفيان، كنت معنا مباشرة من بواكي. وبخصوص نتائج مباريات اليوم الرابع من المنافسة الإفريقية، فاز منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد أمام منتخب موريتانيا، فيما انتصر منتخب ناميبيا على المنتخب التونسي بنتيجة 0-0. في حين تغلب سهرة أمس منتخب مالي على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.
ونختم مشاهدينا بأخبار من الفن الرابع، حيث نظم المسرح الجهوي لولاية أدرار فعاليات الإقامة الفنية الثانية لفائدة 60 متربص من مختلف ولايات الوطن تحت شعار التكوين المهني راهن ورهان. أيمن حنفي. على خشبة المسرح الجهوي لولاية أدرار يجتمع هؤلاء الشباب، لكل منهم طموح ومهارة وأسلوب يبحثون عن الارتقاء بهم إلى أعلى المستويات من خلال تربصهم هذا ضمن الإقامة الإبداعية الثانية. 60 شابة وشاب يستفيدون من تكوين فعال وهادف سريعا ما أدمجهم في جو الأداء. جيت لهنا لها التربص هذا باش ننمي القدرات اللي عندي، بما أنه أنا ممثلة مسرحية نزيد الحوايج، تعلمت بعض العبارات اللي كانت عندي أنا خطأ. ورانا في حاجة للتكوين، لأنه كي تتكون راح تبدع، راح تخرج الطاقات تاعك، لأنه لازم واحد واحد يقيديك كما نقولوا، واحد يوجهك. احنا رانا هنا باش ننمو ونطوروا من المهارات تاعنا في التمثيل باش نخرجوا حاجه شابه للجزائر. برنامج الاقامه الابداعيه تخصص في 3 ورشات: الكتابه الدراميه، التمثيل والاخراج، والسينوغرافيا، بتأطير مختصين ذوي خبرة. حلقة متكاملة تجسد الهدف الأسمى، وهو صناعة فنية مضرة للثروة من خلال الاستثمار في الفرد. نعطوهم لمحة عامة حول المفهوم الأكاديمي، ونعطوهم ما هو مقابل أو موازي اللي هو موجود فيهم في طبيعتهم، يعني نحاول ندفعوهم إلى اكتشاف ذواتهم. الصناعة هذه لازم لها تطوير باش تكون يعني الجودة والكمال، وهذا اللي حاولنا أن نلقاو ميكانيزمات وآليات باش نطوروا هذا الاتجاه الانتاج هذا. وهذا ليس أحسن من التكوين الفني كراهن ورهان. كما يتيح التكوين بولاية أدرار الفرصة لممارسي المسرح بالمناطق البعيدة، محدثا هذا نوعا من التوازن لتمكينهم من آليات الإنتاج وإبراز القدرات. بذا وصلنا للختام مشاهدينا، بقي أن نذكر بأهم ما جاء في النشرة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة المقطوعة في مجال صناعة الطائرات وصيانة كل سلاسل الإنتاج المتطورة ذات التكنولوجيا العالية خلال اليوم الثالث من زيارة التفقد إلى ناحية العسكرية الثانية بوهران. بطولة كأس إفريقيا للأمم محفل كروي جامع يعزز التنمية في القارة السمراء ويقوي أواصر التماسك والوحدة بين شعوبها. والجزائر تؤكد نجاح كوت ديفوار البلد المنظم في إنجاح هذه الطبعة. كما تابعنا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد التزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق انطلاقة جديدة لحركة عدم الانحياز والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على أهدافها ومصالحها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 للحركة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. كانت لنا في النشرة متابعة لمدى تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران، مشروع استراتيجي بمقاييس عالمية وقدرة إنتاجية تبلغ 300,000 متر مكعب من المياه المحلات. دوليا العدوان الصهيوني الهمجي يواصل استهدافه للنازحين العزل في مخيمات اللاجئين في غزة، وكاميرا تلفزيون ترصد مشاهد الخراب الذي خلفته آلة الدمار الصهيونية. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.